الله يسعدكم غوالي. واحد واحد ووحدة وحدة. عن جد يا شباب ما بعرف ليش الكاميرا الخفية منحوسة، كل مرة بتحمس وبنزل حتى أصور مقالب وبينتزع التصوير، بس مع ذلك قدرت أعملكم مقلب بشباب كتير أكابر بمطعم الكريم. خلونا نشوفه مع بعض، وكمان خلونا نعمل جولة بالمطعم حتى شاهيكم على الأكل. فيكم مطعم مجمع الكريم محمود، شوفوا يعني كل هالزحمة، دايما زحمة ما شاء الله المحل، وفرجيهم بس شوف النظافة، نظافة دايما، نظافة ما شاء الله عليك، دايما نظافة وأكل مرتب وأكل فوق الصور وطيب. يعني يعني اطيب اكل شباب، يعني انا ما بسوي له دعايه، الزلمه ما شاء الله شوفوا زحمه، يعني زحمه عنده بس بيستاهل انه واحد يعني يحكي عنه. اطيب اكل اسطنبول، واحلى شباب وكلنا شباب، ملك الافكار كل واحد. وشكرا لقناتك الحلوه اللي تقدم دائما شيء حلو. الله يخليك، بنتمنى لك اياها تتقدم وتزدهر اكثر واكثر. استاذ محمود انت والكادر الفني كله جميعا ان شاء الله، الله يسلمك. وشكرا الاستاذ سمير المصور، الله يسلمك يا رب. وكل الشباب طبعا كلهم بيستاهلوا، كلهم عالمين، كل واحد معلم بمصلحته. في لحم عجين، في مشوي، في بروستيت، في كل شيء. واحلى شباب هون المشاوي، احلى معلمين. شو الكباب حلبي، كباب حلبي هون معلم، لحم عجين هون عبصوبين كمشاهد. هذا من الدير، واحلى دير، واحلى شباب الدير. وتحية كبيرة لكل شباب الدير، شاب ديري بيعمل احلى لحم عجين، فرجيهم احلى لحم عجين بسوريا مو بس بالدير. شباب وصيتوا فوق شباب؟ وصينا. شو وصيتوا؟ وصينا 4 كريسبي. 4 كريسبي؟ غيروه ما طيبة. تريدوا انزلكم مثلا عجة بطاطا كريسبي؟ مية سلامة، مية سلامة. هون يعني النظافة عندنا أساس، مشان مية سلامة، مشان واحد ياكل هو نفسية مرتاح. طبعا انا انتحلت صفة عامل بالمطعم، مسيح طاولات. هاي الشباب هون طيبين كريسبي مو كريسبي؟ طيبين كريسبي بس اسرع ما يكون. السلامة. مش فات الطاولة؟ لازم نكون دايما نظيفة. السلامة. لا مشان نكون مشان نظافة يعني، تعالي هذا شوف، شفت لها طلع؟ هو هيك أنظف. واحد بياكل هيك نفسية بكون مفتوحة على الأكل. الشباب واحد ياخذ لحاله. لا انا بحب اعطيكم صحه وهنا من السلامه. ليه ليه بس نشفت، هاي نشفت ما سلامة. هلا بس شباب مين بده يحاسبنا؟ في مجال لاني في تبديل يعني ورديات. مية وعشرين.
120 120 الحساب. يا جماعة شوفوا ملامح الشاب لما سمع انه الحساب 120 ليرة وهو فعليا بس 20 ليرة. 120 الحساب يعني. لا 120 هلا هدول حقهم 20. في الخدمات تنظيف وما تنظيف يعني في مسح الطاولة. لأني أنا كل مرة باخذ 40 مسحت 3 مرات ف 100 يعني 120 بس أنا رأيتكم ب 20. والله عن جد لا أنا لأني في أنا يعني شلون كل مسح الطاولة باخذ 40 يعني مسحتها 3 مرات صح؟ 3 مرات 120 فأنا برأيكم ب 20. لا 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 ما بصير لأني بدي أسلم والله بدي أسلم وما بدي أسلم مثل بعضها. المره الجايه مش براطه. لا ما ما بس نشبع. لا شباب ما بدي اسلم والله بدي اسلم انا يعني استناني الشاب في غير مسيح بده يستلم. هلا هدول حسابهم 20 ليره كل واحده بخمسه 4 ب 20. انا هم يعني ما باخذ اجره عند المعلم انا بشتغل مسح طاولات كل مره بمسح طاوله ب 40 ليره. لا ما عرض مجاني بس هلا مسحت لكم 3 مرات الطاوله واكثر يمكن بس انا بدي احسب لكم بس 3 مرات 3 مرات 120 ليره تمام فانا رعيتكم مني ب 20 ليره والحساب 20 صفها 120 لا لاني والله بستناني استناني برا يستلم مين حيسب حضرتك ولا مين الشباب حتى ما في مين تعكس لا مو 20 جد 120 هدول هذا في في انا اجرتي مسح الطاولة ب 20 مسح الطاولة ب 40 ب 40 ايش مطعم ايش لا هو مو قصة مطعم انا لاني دارس 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 ايه لا يعني ادارة هجرة وسياحة دارس فانا اخذ شهادة كبيرة يعني فوقت بيتعاقدوا معي بيتعاقدوا معي انا بدفع كمان في هون كلها معامل شغل ما في منطقة سياحية لا هون هذا مطعم سياحي واجرته سياحية مطعم سياحي ايه فانا صار لي سنتين باخذ من عند محمود حلو ما شفت مرة تطلع عنده على المطعم عشان قال لي واحد قال لي شو اسمه بيشتغل على الطاولات وعشان لا انا جابوني جديد انا اشتغلت طيب سياحة وسفر شو بعطوني لا بدك دراسة هلا انا بدرس صار لي 20 سنة ايه شو دارس؟ سياحة وسفر ايه طيب لا مو سياحة وسفر سياحة وسفر هجرة وسفر 120 حساب لاني بجد استناني الشاب فوق بدي اسلم لا لا شو 20 يا زلمه انا رعيتكم لحالي 20 يعني هو حسابكم 120 رعيتكم انا ب 20 شباب في كاميرا عم تصور معنا لا لا شو كاميرا ما في كاميرا 20 ورا بس شاف شفتوها كمان رح فرجيكم نهفة حلوة لقطناها لقط لقط شوفوها بنفسك نلتقي مع المطرب التركي هذا غني سوري الرجال شفناه قدام المطعم قرب مني وبده ليرة وصار يغني بهالطريقة الحلوة شوفوا تابع جزال والله شفته هيك نافع قل قل بالنسبة لتعليقاتكم عن الحلقة الماضية أنا عملتها على شكل سكتشات وراح تشوفوها بأكثر من حلقة طبعا أنا أخذتها من تعليقاتكم النكت الحلوة اللي اخترتها من تعليقاتكم راح تشوفوها على شكل سكتشات حلقة تانية سؤال هالحلقة هو إذا الخطبة صارت بالعكس يعني البنت هي اللي صارت تتقدم وتطلب إيد الشاب للزواج
شو راح تكون ردة فعلكم يا شباب وشو راح تكون ردة فعلكم يا صبايا؟ كتبوا لي هاشتاج خطبة وحطوا لي ردة فعلكم، بس بدي تعليقات تكون حلوة، حلوة يا شباب، حلوة يا صبايا، حتى اخذ منها واعمل كمان سكتشات وكمان اعرض اسم صاحب التعليق. وشوفكم بخير، ويا رب دايما اشوفكم بخير. سلام. على ذاكم.